2 1 جو حبيبي نور والله العظيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده ان شاء الله جينا بقى لاسهل طريقه بالنسبه لي في العالم لاتقان الشقلبه الخلفيه. يا كابتن وحياة ابوك رقبتي انكسرت. الله يقطعك يا كابتن، كسرت رقبتي يا كابتن. ابوس اتشقلب وابوس ايد امك، ابوس اتشقلب يا كابتن. يا كابتن انا كل ما اعمل حركه بقى على راسي بقى على رقبتي اللي يجنني اللي بقى على رقبتي وبيكلمني. واحد يقول لي يا كابتن ايه يا كابتن على فكره انا بعمل حركه وايدي اتكسرت. ايه يا عم بتكتب ازاي؟ المهم يا بقى سيبكوا، انا عارف ان انتوا عايزين تتقنوا الشقلبه الخلفيه، وعشان نتقن الشقلبه الخلفيه ونكون ناس كول و100 يبقى لازم بقى نتعلم الطريقه الجديده، وهي من ايه يا كابتن؟ من حركه الكارتويل. هو العجله وانا سيادتك شارح حركه العجله بالتفصيل، يبقى نتابع فيديو الكارتويل. طيب ازاي نخلي الكارتويل تبقى باك هاند سبرينج؟ ازاي؟ هقول لك دلوقتي ازاي. هنشرح بسم الله الرحيم. اهم حاجه زي ما قلنا الاستمرار، اوكي، واننا نتمرن كتير وما نيأس خالص. حلو، عشان الموسيقى هنا خالص. تمام، ممكن تفضل الموسيقى لو تعرف، هتلاقي زر اسمه ستوب مش ضابط. ماشي يا شباب، يبقى دلوقتي العجله نجيب ازاي بقى الشقلبه الخلفيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي احنا بنلعب العجله في الاتجاهين، سواء بنرميها شمال سواء يمين. هنستخدم اول حاجه اسمها ايه؟ القفزه. والقفزه هتجينا ازاي بقى؟ من انك تضغط تطلع. يعني ايه اضغط؟ كده ضغط كده طلعت. تاني اضغط اطلع، ملحوظه في الضغطه. ان في ناس بتيجي تعمل بريشر لتحت تضغط كده، ده اوعى تضغط لي يا ابوي زي اسلوب البغضة كده، لا اضغط على كامل قدمي. ولما تيجي تضغط اضغط بالهيت بوسطك ده كده اهو. لان في ناس تعملي بقى ازاي، تعملي ازاي كده اهي غلط. اما اجي اضغط اهو، واحد ها اثنين، نفس النظام واحد اثنين. ايدي مفروضه كده فوق، دايما لاعب الجمباز دراعه مشدود، يعني ما يكونش مرخي مفتوح، لا اهو شادد ومستقيم وضم صابعه. ها انزل، واحد اثنين، واحد اثنين. طيب دراعك بيعمل ازاي؟ بيجي للاخر. يعني للاخر دراعه اهو اخره، بصوا فين كده اخره واطلع. لان في ناس تعمل ازاي؟ واحد اثنين، لا سيب دراعك بنشفان، واحد اثنين 1 2 اهوت اضغط اطلع. يبقى الضغط لازم ايه؟ تكون قاعد كده. طيب احنا بقى عايزين العجله بدل ما بعملها بالجنب كده، لا هعملها لورا. ازاي؟ اهوت وانا بضغط، واحد ها اثنين زي ما انت بتزاولي. بصوا معايا، واحد بدل ما انا بعمل كده مثلا او برمي كده، لا اهو هنزل او وانا طالع بقى. ما انت احنا قلنا ايه؟ انت طالع طالع ازاي؟ طالع كده. بص اضغط واطلع كده، ها تاني اضغط واطلع كده. في القفزه دي جامب، ده توجيه ايدي في العجله هيجي لورا. يعني بصوا كده على البطيء، واحد اه بصوا واحد ها مع القفزة اثنين. اتس ايزي مان، يا تركز مع ما تبصش كده ولا كده. اتس ايزي، سهل مش هارد. ها اهو واحد، اوعى تتفز وسيب ايدك بوم هتتعور. لا استخدم ايدك معاك اهو. مجرد ما عملت واحد انت كنت ترميها كده او كده، فانت اما هتعمل كده حلو او كده، وكرر كتير. ها واحد وتجرزك كده، بص عجله كده، ها واحد ها اثنين بقت عجله. تاني من هنا بصوا، ها واحد ها اثنين. انت كل اللي هتعمله هتقفز بالكارتويل لورا اتجاه ايدك ده. بص بص اتجاه ايدك، ها اهو هتبدله كده اهو عجله اهي. يعني بصوا كده بطيء، واحد اهو اثنين ها واحد اثنين، وكرر كتير. ها واحد اطلع اقفز عجل اثنين، ها واحد ها اثنين. تاني شيء بقى، حاول تنزل بعد واحد اثنين على رجلك الاثنين اهو يا معلمي. نزلت اهو عجله واحد اثنين يس، هتلاقي كده نفسك انك قربت من الحركه. ولما تجيب الحركه معايا البركه. تمام، بنزل بقى على رجلي ايه؟ الاثنين. ها نزلت واحد ها اثنين،
اهو وشايفين ده؟ اتجاه الجسم ده جاي فين؟ جاي بالجنب كده عشان ما اخافش. لو انت تروح على الجنب ده مثلا اهو، واحد اثنين، خلي بعدين قفزتك عاليه قوي واسحب ايدك الاثنين مع بعض. اوكي؟ ها واحد اثنين، اتجاه راسك يكون بقى مستقيم ستريت، فدي مش هتخوفك اهو. ها واحد ها اثنين، لما انت بقى بتعمل ايد ورا ايد تمام، حاول تخليهم بقى ايدك الاثنين مع بعض. ولو انت خايف اتمرن في مكان زي ما قلنا امن، مرتبه اسفنجيه عشان تجيب الحركه كويس ان شاء الله، وغير كده او تتمرن في رجلة مكثفه. حلو، هجيب بقى ايدي الاثنين بالجنب. ها واحد اهو اثنين، شايفين فين اهو؟ 1 اقوى من حاجه القفزه، القفزه ولفه الراس وفرت الايد اهو. واحد اهو اثنين، مع الاستمرار الاستمرار روح. واحد اهو اثنين، شايفين ايدي بقى خلاص اهو تنزل. ها واحد اثنين، اهم حاجه قفزت نزلت قفز. ها طالع استمرار، هيعلمنا هيخلينا شطار ما نيأسش خالص. دي طريقه ازاي تجيب الحركه من العجله لما تلاقي نفسك وصلت بس لمرحله اللي هو زي كده اهو. حاول بقى تتابع يا معلم قوه الدفع بالكامل والطريقه العلميه للشقلبه الخلفيه عشان تجيب الحركه بنسبه ان شاء الله 100%. 1 2، ربنا يوفقكم. كان معاكم النسر اخوكم جابر، استفدنا نعمل سبسكرايب للقناه، انتظروا كل المزيد والمزيد، ما تروحيش لبعيد، انا نفسي اخليكم عيال حديد.